يا دكتور سايبني الواحد يا دكتور، ده انا حبيبتك والله العظيم ما اندهله. المبدعة الرائعة الأستاذة عواطف حلمي. يعني حقيقي مهرجان القاهرة للدراما عمل لفتة لطيفة جدا وكلنا تابعناها، وهي تكريم مبدعين، تكريم فنانين حقيقيين، تكريم من غيرهم الفنانين دول يعني المشاهد لا تستقيم. يعني ما انت عندك المشهد الدرامي ده اللي بيبقى فيه عناصر كتير جدا، اهمها يعني او اللي بيقدر يجسد جمال المشهد هو الفنان والممثلين في المشهد، ومش بالضرورة بس يبقى النجم أو البطل أو البطلة، لكن في نجوم أيضا يعني نطلق نحن عليهم الممثل المهم. هم يحبوا لقب الممثل لأن هو بيجسد شخصية ممكن يطلع في دور صغير جدا بس يبقى من أهم المشاهد، سواء في الفيلم أو حتى على المسرح أو حتى في التلفزيون. وفي نجوم عظام جدا عملوا دور أو اتنين أو بدأوا بدور أو اتنين، أو حتى لما يبقوا نجوم يرجع يعمل ضيف شرف لمشهد واحد ويبقى مهم جدا. المبدعة اللي في ضيافتي الآن الأستاذة الفنانة عواطف حلمي، اللي بدأت من يعني من التمثيل من معهد العالي للفنون المسرحية، بعد كده التحاق بمسرح التلفزيون، مسرح الحكيم، المسرح الحديث. فنانة جميلة، زوجة لطيفة، عائلة فنية، وانطلقت ولكن لم تبحث أبداً إنه اسمها يبقى مكتوب فين أو الدور حجمه إيه. المهم إن كل مشهد بتقدمه يكون فعلا مشهد بيؤكد على إبداعها. ضيفتي الفنانة المبدعة عواطف حلمي، مساء الخير. مساء الفل، مساء النور يا حبيبتي. مساء الخير عليكي. أولا يعني كلميني عن هذا التكريم في المهرجان، كنت متوقعة هذا التكريم؟ لا والله ما كناش متوقعينه، بس دي لفتة جميلة جميلة من الدكتور أشرف زكي. يعني سننا خلاص، يعني احنا نعتبر دلوقتي معتزلين. فشيء جميل ان في هذا العمر وهذا السن ان حد يجي يقول لك متشكرين احنا ليك. يعني فكانت يعني لفته جميله وعظيمه من الدكتور اشرف زكي. يعني